السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الطارف لنعرفكم على واحد من أكبر المركبات لتحويل الخشب واللي يصنع صفائح خشبية بالخشب المفرم والمضغط تحت الضغط، ما يسمى بالميلاميني وكذلك ما يسمى بالام دي اف. وهذا النوع من الخشب والصفائح الخشبية اللي تستعمل كثيرا في تغليف الحوائط في خاصة يعني المستشفيات والبناءات، إذا مستعمل كثير. وهذا النوع من الصفائح اللي كنا نستورده من الخارج، الآن بفضل التعليمات نتاع الرئاسية أصبحنا ننتجه في بلدنا، وفيه ثلاث مصانع من هذا النوع في ولاية برج بوعريريج ومسيلة. إذا هذه المصانع اللي كانت معطلة من يعني سابقا الآن أصبحت تعمل بكفاءات جزائرية. أترككم تتابعون لأكثر تفاصيل عن هذا الاستثمار الهام جدا في ولاية طارف. أترككم تتابعون هذا الفيديو والسلام عليكم. هو المشروع الأول من نوعه عربيا والثاني إفريقيا، تحويل الخشب للأمدياف عالي الضغط، فيتخذ من أقصى حدودنا الشرقية مقرا له في ولاية تغطي الغابات ثلثي مساحتها. أنا من بلدية الزيتونة ولاية الطارف. أنا شاب متخرج مهندس ميكانيك من جامعة عنابة، تحقق المصنع هذا في نهاية 2019، وتكونت وتلقيت تكوين مع الأجانب، مع طاقم اللي يركب هذا المصنع هو طاقم ألماني وماليزي وصيني، وعطونا التكوين بأن نقدر نسير المصنع لاحقا وحدنا. وفرنا احنا كشباب حديثي التخرج فرص لإثبات قدراتنا مع خبراء ومهندسين من كل دول أوروبية. المشروع الذي يشغل زيادة من 250 عاملا في مرحلة أولى وبطاقة إنتاجية تجاوزت 350 مترا مكعبا يوميا سمح بتغطية احتياجات السوق المحلي. هذا البرودوي اللي مستورد 100% يعني باش نقلصوا من فاتورة الاستيراد. الآن رانا بعد ما استفدنا من رخصة الاستثنائية من عند وزير الأول من طرف تعليمات رئيس الجمهورية، الآن رانا في الإنتاج، ومن 2023 نكون في الاكتفاء 100% في كل الولايات، ومن بعد إن شاء الله حابين نروحوا للتصدير. مشروع تعثر لأكثر من مرة ومع مرافقة الدولة له انطلق ليفكر في مرحلة التصدير. جاء هذه الوحدة وإن كانت عندها مرافقة من قبل السلطات المحلية على رأسهم سيد والي الولاية، ومن بعد جاء التعليمة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية في إطار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المكتملة، وين تحصلوا على رخصة استغلال استثنائية. والحمد لله اليوم المصنع الوحدة هذه راهي في الإنتاج. مشروع استراتيجي سمح بتقليص فاتورة الواردات من جهة وامتصاص نسبة البطالة عبر عديد المجموعات السكنية بالشريط الحدودي للطرف.